انتخب طبعا كل كلامنا، لكن انا هبدأ بحاجة فاجأتني من فترة. يعني كنا مع بعض هنا ما بعد نهاية الدوري، وكنت بتتكلم عن قد ايه انه الفكر متوافق مع إدارة نادي المصري المقاصة، انه انا ما كانش فارق معايا النتائج خالص في اخر جولات، وان انا قدمت للفريق وبدأ باتفاق معاهم لاعبين هيخدمونا الموسم اللي جاي، والنتائج مش كل حاجة. فخلاص الدنيا يعني واضح ان متسستمة قوي. فبعدها باسبوعين لقيت الكابتن تامر مصطفى مديرا فنيا للمقاصة، والكابتن عبد الجليل يرفض العودة لقطاع الناشئين. ف ايه اللي تم في الاسبوعين اللي كنت بتكلم بثقه جامده قوي هاني صح؟ قوي؟ ما هو ده اللي خلاني استغرب، الثقة الجامدة اللي كانت قبل بص ده. انا خلاص الموضوع، انا يعني يمكن انت بس، انا هتكلم معاك في عجاله بس انا طويت الصفحه يعني، لان انا اتكلمت في الموضوع ده كتير، الناس كلها عرفت خلاص يعني اللي حصل ايه وكده. فانا لو طلعت اتكلمت اكتر من كده يعني انا واثق من نفسي الحمد لله. تمام. ف زي ما انا قلت لك انا كنت واثق قوي، وكان الاتفاقات ان انا مكمل وانا العب بكذا وكذا وكذا. فبعد كده في اخر يوم اتغير كل حاجه بناء على اتفاقات هم اتفقوها بره تساعد الفريق، ما بين لعيبه جايه، وكيل لعيبه جايبهم مجانا، ما بين مدير فني هيجي يلعبهم، حاجات كتيره كان لازم يضحوا بعبد الجليل. فعلا وتأكدت من الكلام ده؟ اه طبعا، اه طبعا. وانا اتكلمت كتير، ويمكن برضو وليد طلع مع في حلقه برضو، وحسيت بنوع من الاستهزاء في كلامه شويه، فانا طلعت رديت تاني، فانا مش هتكلم في الموضوع ده تاني هاني، معلش سامحني. مفيش أي مشكلة. اه انا اسف، صفحه وانطوت، عملت دوري بما يرضي الله، وحاجه على يعني محترمه ما بين فريق اول وقطاع ناشئين. انت كنت تسمع من 14 سنه عن حاجه اسمها مصر المقاصه، حاجه لا اسمها هويدي، حاجه اسمها، معلش التاريخ يا هاني هيقول ان محمد عبد الجليل موجود قبل الفرقه دي، وهيقول بعد الفرقه دي، يعني هم وجدوا على الساحه فكان موجود محمد عبد الجليل، بعدوا عن الساحه برضه في محمد عبد الجليل. ده ما يقللش مني، بس انا مش هتكلم تاني في الموضوعات دي، انا صفحه وانطوت، هشوف حالي تاني ان شاء الله مع الفرقه اللي جايه باذن الرحمن. بس كابتن عبد الجليل عرضهم على حضرتك العودة لقطاع الناشئين معناها ان ما عندهمش نية غدر، يعني مع لا ان هم بيتعاملوا معاك كابن من ابناء النادي. اصل ابني دي لو انت جايب واحد، معلش يا هاني قليل، انت معلش من 13 سنه لما انا ما رحت لهم ما كانش حد يعرفهم، اللي رايح لهم محمد عبد الجليل. لما حتى في قطاع الناشئين لما بروح اي حته محمد عبد الجليل ماسك المقص، عبد الجليل اللي موجود في قطاع الناشئين، فهم كانوا برضو الحته دي انا بعليهم فيها. فبعد العمر ده ما ينفعش ان انا عشان تقول لي انزل من قطاع الناشئين تقول لي اصل ما فيش غدر واصل انت ابنهم، لا انت مش قليل. وبعدين يا هاني بصراحه انا مش هلاقي، ما عنديش حاجه اضيفها تاني، او بمعنى اصح انا ما اقدرش اشتغل في حته وانا شايل من حد، تمام. مش طبيعتي. لا دي نقطه مفهومه. بص انا مهما كنت انا ما اقدرش، طالما مش قادر ابلعك خلاص، انا كنت واثق فيك ثقه عمياء. بص باشا وراك تقول لي البحر اهو، ما فيش بحر، اقول في ميه بالطرطشه اهي، من من الثقه. فنتيجة الطعنه دي لا ستوب، وارجع بالشريط 13 سنه، لا دورك عملته، ربنا يوفقهم وربنا يوفقني، بس ان عدتم عدنا. بمعنى ايه؟ يعني لو طلعت تاني تستهدى وتقول كلام مش حلو هطلع بقى، وانا يا هاني عندي حاجات كتيره قوي لو اتقالت مش هيبقى محمد عبد الجليل، مش هتبقى تربيه محمد عبد الجليل، مش هتبقى اخلاقه، ان في حاجات حصلت معايا في الاخر ما ينفعش تحصل وما ينفعش تتقال باي حال من الاحوال. فانا بقول لهم ربنا يكرمكم بعيد عني، وانا ربنا يكرمني بعيد عنكم. طيب بس انا مش مسامح. انا مش مسامح يا هاني. لا زعلان، بس مش عايز اتكلم في الموضوع ده كتير لان الغدر وحش، الخيانه وحشه. مش مسامح دي كلمة يعني معناها انك حاسس بغصة حقيقية يعني جدا. اول مرة حد يضحك عليا، واول مرة يضحك عليا كده يعني، وللاسف في ناس بتتباهى ان انا اجي اضحك عليك وميس عليك واخد منك اللي انا عايزه وبعد كده خلاص. وقبلت قبلت، ما قبلتش امشي. ايه ده؟ لا 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 مفيش الكلام ده. طبعا حاسس بمراره جامده قوي، بس لما قعدت مع نفسي وشفت الشريط بيرجع بالفتره اللي فاتت، لا في حاجات حصلت وما كنتش واخد بالي منها كانت تحب تقول بتحصل. زي ايه؟
مش هينفع، مش هينفع. ايه اللي يمنعك يعني؟ ايه اللي يمنع اللي انك يمنع ان انا هجرح في الناس اللي انا اكلت معاهم عيش وملح، تمام، وهجرح في منظومة انا عشت فيها 13 سنة، وهيطلع محمد عبد الجليل ده مش جدع، وانا ما احبش يتقال عليا كده. يعني انا ممكن اشتغل معاك، انا شغال سنة كاملة مجاني ولا نكلة. واول ما رحت برضو، لانه قال ان احنا جبناه، انت جبتني، انت ما كانش فيه لا مقصة ولا ما كانش فيه راعي، اشتغلت 8 شهور بدون مليم، عملت معسكر على ضمانتي انا مع عند واحد صديقي الحاج محسن في راس ده البر. اللي هو نهاية الموسم اللي فات، لا لا لا، اتكلم على زمان. اول سنة خالص ما كانش حد يسمع تمام. عنهم خالص، وضحيت وخدت مركز ثالث في الصعيد بعد بترول اسيوط والجونه، انا واسوان وبدون ولا مليم. ده اللي دخل المقصه ان هي تخش ترعى النادي وتدفع. فاذا انت، انا قدمت لك برضه، مفهوم. ربنا يوفقهم ويوفقك ويوفقني بالظبط. وبس. صفقات المقصة